الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اقتفى أثره واتبع دربه إلى يوم القيامة، أما بعد. فمع خاطرة دعوية جديدة في برنامجكم صباحنا مصري، وهذه الخاطرة عن مصر في عيون محبيها. ومصر بلد لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، لا في شعبه ولا في أرضه ولا في جيشه. أما عن أرضه فقد قال جل وعلا عن فرعون حينما تفاخر على الملوك قائلا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وقال جل وعلا عنها وعن أرضها وعن فضلها، قال سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون. وأما عن شعبها فلما أراد الله جل وعلا أن يضرب مثلا لجميع المؤمنين بما فيهم أم المؤمنين عائشة، وبما فيهم حفصة، وبما فيهم غيرهم وغيرهم، اختار من المصريين، فضرب الله جل وعلا مثلا بآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك أما عن جيشها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فاتح عليكم مصر فاتخذوا منهم جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. لذلك تحققت في مصر أرض مزكاة وممدوحة في القرآن، وشعب ذكره الله مثالا لجميع المؤمنين، وجيش بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله. لذلك أقول لكم جميعا مشاهدي الكرام: رأيت أمي مصر شاكية تشكو إلي جفاء الساكنين، فقالت بحزن: بني كم عطفت على المستضعفين، وكم قسمت ظهور المتكبرين، فرعون تربى على خيري فلما تجبر غرق في بحوري عبرة للعالمين، واحتضنت موسى كليم الله وهارون أخاه وإبراهيم الخليل، وزوجته هاجر فكان إسماعيل جد العرب أجمعين، ووهبت لمحمد ماريا فكان إبراهيم ولدا لسيد المرسلين، وتولى يوسف خزائني فأعطى للشامين والحجازيين، وكلم الله موسى على جبل من جبالي في طور سنين، فقال الولد أماه لا تحزني إن يوسف بشرا، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حفظ الله مصر حكومة وشعبا وجيشا من كل مكروه وسوء.